ولو اتكلمنا او فتحنا الموضوع اكبر يعني عن التجربه الشبابيه في العالم لسه برضو هي مش مضمونه بشكل كبير جدا. يعني على سبيل المثال يا كريم لو اتكلمت عن بيرلو هو ما نجحش مع اليوفي قوي، ونفس الكلام لامبارد مع تشيلسي وميكال ارتيتا مع ارسنال، يعني كان ماسك في خناق كلوب زي ما حضراتكم عارفين كمان اول امبارح، كانت حاجه غريبه جدا. ولسه هنشوف يعني شافي طبعا مع البارسا، يعني الدنيا لسه فيها بعض الغموض، فهيبان على كل حال الفتره اللي جايه وهل التجربه الشبابيه فعلا هتنجح ولا لا، ده اللي هيثبته يعني او هتثبته الفتره اللي جايه. على كل الاحوال الحاجه الاكيده ان المنافسات في الدوريات الاوروبيه المختلفه هذا الموسم بصفه خاصه يعني شكلها مختلف عن قبل كده، يعني في اكتر من فريق ما تقدروش حضراتكم تستنتجوا مين اللي هيصل للنهايه، يعني قبل نهايه الدور الاول في البريمير ليج مش يعني صعب نحدد مين الاقرب، هل هو تشيلسي، هل ليفربول، هل مانشستر سيتي. في ايطاليا الدنيا مولعه بالمعنى الحرفي بين قطبي ايطاليا ميلانو وانتر ميلان، وطبعا معاهم نابولي اللي بالمناسبه خسر امبارح من انتر ميلان في مباراه دراماتيكيه بنتيجه 3-2. اكيد هنتكلم بشكل اكبر وموسع عن الكره العالميه من خلال فقرتنا الحواريه الثانيه في حلقه النهارده ان شاء الله.